السعر عنده إلي كومبوزي دو بليزيور فاكتور صافي دير كاين المواد الاوليه امبورتي دونك مع الازمه العالميه اللي فيها دونك الازمه الاقتصاديه والازمه الصحيه اللي فيها دونك اكيد الاسعار راح تكون طالعه صافي دير اكيد هذا ما كما المواد الاستهلاكيه يعني النورمال كما الملابس صافي الى المواد الاوليه امبورتيها دونك سي اوتوماتيك فيه اوغمونطاسيون فيه سعر اللي يتعدى المعقول يعني اسعار خياليه.